بمشاركة أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، اختتمت فعاليات المنافسات النهائية للمسابقة المصرية للبرمجة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهدف تأهيل الفرق الفائزة للمشاركة في البطولة العربية الإفريقية للبرمجة خلال شهر نوفمبر 2024. النهارده بنشوف اكتر من 15 الف شاب من جميع محافظات مصر، من كل جامعات مصر ومن بعض المتميزين في المدارس، كلهم موجودين على مدار هذا الاسبوع، كل يوم بيتنافسوا ويتسابقوا في حل اصعب المشكلات وصياغه الحلول باحدى لغات البرمجه. فالنهارده اليوم الختامي، شفنا يعني النهارده يعني عدد كبير جدا من الشباب من كل جامعات مصر في المسابقه الختاميه، شايفينهم كلهم اهم موجودين. بنعلن الفائز بالميداليات الفضيه والذهبيه، اكيد دول اللي هيتاهلوا للمسابقه العربيه الافريقيه ومنها المسابقه الدوليه، فهم دول حقيقي كنز كبير في مصر. فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب في استخدام طرق الحل المنهجية وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية في أقل وقت ممكن. اشتركت في المسابقة ديت عشان المسابقة ديت بتركز على مهارة مهمة جدا في المجال بتاعنا البرمجة، مهارة حل المشكلات. أنت إزاي بيبقى عندك مشكلة تحلها بأحسن طريقة بطريقة افيشنت، فالمسابقة دي بتبقى فرصة كويسة جدا الواحد يطور نفسه في السكيل ديت. شاركت في المسابقة دي عشان أطور من مهاراتي في البرمجة، هي بتعلمك إزاي تحل مشاكل، و حاجة مفيدة ان انت تعرف تدخل شركات وتحسن من مهاراتك. يعني بجانب طبعا ان مجال البروبلم سولفينج عموما مهم جدا للكمبيوتر ساينتست في شغله كسوفت وير ديفلوبمنت وهكذا، بس البروبلم سولفينج كان طول عمره شيء ممتع جدا بالنسبه لي من ساعه وانا صغير، من ساعه ما كنت ثالثه اعدادي. انا كنت يعني مارست البروبلم سولفينج والكومبتيتيف بروجرامينج من اول ثالثه اعدادي ولحد دلوقتي مكمل، فهو بالنسبه لي هوايه ممتعه جدا. وهذا النوع من المسابقات وبحسب الخبراء يمثل نقلة نوعية في زمن أصبح الذكاء الاصطناعي فيه هو السمة السائدة. وبطبيعة الحال فلا مكان في الوقت الحالي للحلول التقليدية، ومن يرغب في اللحاق بالركب الحضاري فعليه أن يغير تفكيره ويتبنى منظومة التفكير الشامل، منظومة تعتمد بالأساس على البرمجة والذكاء الاصطناعي. من الإسكندرية، شريف رضوان، قناة النيل للأخبار.